انا من الناس المستفيدين بالمدينه ديال قديمه الدار البيضاء. جاتني السيده ديال الافراغ في رمضان والحمد لله ما طولاش وخدينا استفاده دابا. الله ينصر سيدنا وتنشكروا جميع الناس اللي ساهموا في هذا الشيء كامل. شحال الوقت باش خرجتوا من الدار؟ دابا خرجنا من الدار كرينه هكاك شي 20 يوم ولا 22 يوم. شي 20 يوم وكان سدينا شحال هذيك وراه خدينا استفاده. جاتكم استفاده دابا؟ جاتنا استفاده الله ينصر سيدنا. شي تطبيق تنشكروا كاملين. شي تطبيق باقي ما دات لا تسبيق لا والو. هاد الساعه عاد بدا دابا الاجراءات ديال البنكه وديال كل شيء. المهم دا فرحت وعقوبه للجميع الناس. كاين شي عراقيل؟ بالنسبه لي انا ما كاين لا عراقيل لا والو. تسهيلات معداح الحمد لله ربي ورضات الوالدين معانا. هادي اللي نقول لك وتنشكر. من بلاصه عطاو كل بني خلف؟ من بلاصه بني خلف. بني خلف كتبات شويه ها؟ كتبات شويه على المدينه بعيده ولكن الحمد لله اي حاجه دابا تيوصل لها الحديد. ما عندك حتى اشكال على البعد؟ ما عندك حتى اشكال؟ ما عندي حتى شي اشكال واخا خدامه في المدينه من بعد يحلها ربي سبحانه وتعالى. ضروري ضروري تنشكر سيدنا بزاف وتنشكر المقدم ديالنا والعون والقايد وكل شيء من الصغر حتى الكبير كلهم وقفوا معنا. الناس خدموا معاك؟ خدموا معاكم هاد الناس؟ مساكن دارنا كاع تسهيلات الله يكثر الخير للجميع. راه ربي شاهد على هاد الكلام. انا بعدا بالنسبه لي انا تنقولها ونعاودها بالنسبه لي انا ربي محن تمام ما محنيش في هاد الشيء. تنشكر الجميع نقولها ونعاودها كاملين من العون القضائي من المقدم من القايد من الجميع الله يكثر الخير للجميع. الله ربي راه شاهد على كل شيء الحمد لله. الدنيا عامره. مشيت ذاك الموقع والشو عجبني عجبني عاد باش سديت الدار باش نستافد. كون ما عجبنيش كما نسدش. نعم تيخليو لك الاختيار. اختيار مشيت لتما وعجبني الحال. الدنيا عامره كلشي موجود. الترونسبور واخا قليل شويه مع المده ان شاء الله يكون مع المده ان شاء الله. حتى حاجه ما بعيده عند الله. مبروك عليك. الله يبارك فيك سيدي. عقوبه للجميع. الله يوفقك. عقوبه للجميع. الله يدخل علينا بالصحه والسلامه وعلى أمة سيدنا محمد. السلام عليكم. انا كنسكن في الحي ديال المدينه القديمه في 10 سلطه الاتحاد. الحمد لله استفدنا وكنشكروا السلطات المحليه والقايد المقدم والقايد. فوقاش دباتو؟ في رمضان؟ في رمضان دفعنا في رمضان. درنا الاخلاء دابا تقريبا شي جوج سمانات باش درنا الاخلاء والحمد لله استفدنا وداز كلشي مزيان. كل عراقيل ولا؟ لا الحمد لله كلشي داز مزيان. رشيد حجام ساكن بدرب القباص المدينه القديمه. في اطار السكن الادماج اعاده الادماج ديال السكن هذه مده باش دفعت الملف والحمد لله مده 4 سنين ودابا الملف ديالي راه تقبل ودابا راه هذه 3 سنين باش خارج من الدار ودابا الحمد لله راه عيطوا عليا باش نستافد انا بحال اللي استافدوا المواطنين اللي من قبلي. وبهذه المناسبة نشكر جلالة الملك اللي سهر على هذا الملف ديال الساكنة ديال مدينة الدار البيضاء وتنشكر السيد الوالي والعامل ديال عمالة مولاي يوسف وتنشكر السيد القائد التيجان والناس الأعوان ديال الصوت المقاطعة. شفتي الدار تما مازال الدار؟ لا مازال ما شفتيش. لأنه يلاه يلاه خدينا الاستفادة. يلاه اتصلوا بكم. ودابا يلاه اتصلوا بنا ودابا خديت سميتو التوصيل وراه باش ولكن غنمشي نزورها إن شاء الله. كيفاش كانت المعاملة مع السيد القايد؟ معاملة معكم؟ معاملة في المستوى الله يجازيه بخير. تنشكروه بزاف وتنطلبوا منه السماحة لأنه كنا كل ساعة نجيو عندو هذا وتقبله بالنا وتنشكروه بزاف. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.